اهلا بيكم في قناه ام يومي. لو كانت اول مره تشوفوني فانا بعمل وصفات حلو وحادق وكمان وصفات صحيه. عشان توصل لكم الفيديوهات الجديده يا ريت تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس. النهارده وصفتنا هي مكرونه بالمشروم في الفرن. الوصفه دي صحيه ونباتي. عنصر البروتين عندنا هنا هو المشروم. فهنشوف كده مع بعض هنعملها ازاي. حط طاسة على النار وحط فيها زيت زيتون، مشروم قطع صغيرة جدا، ويفضل لو مشروم فريش بس المعلب برضو كويس يعني. ابتدي ان اشوح المشروم في الزيت لغاية ما احس ان هو ابتدى ياخد لون. هنزل عليه بفلفل اخضر قطع صغيره، هشوحه معاهم برضو لغايه ما الفلفل بتاعي يدبل شويه. هحط عليهم ثوم مفروم، احط عليهم رشه ملح صغيره، مكترش في الملح. هضيف عليهم خل بلسمك وشوية صويا صوص، سواء فاتح او غامق مش مشكلة. اهم حاجة ناخد بالنا ان الصويا صوص الغامق بيبقى فيه ملح، فهنقلل الملح خالص او ممكن ما نحطش خالص ملح. وهتبلهم بشوية فلفل اسمر وبابريكا وزعتر. هسيبهم على النار شوية لغاية ما السوائل بتاعتي تتبخر واحس ان هي بقت تقيلة شوية. بعدين في الاخر احط عليها شوية زيتون مقطع قطع صغيرة. كده خلاص الحشوة بتاعتي بقت جاهزة ان انا استعملها. اهو خلاص السوائل بتاعتي اتبخرت وكده بقى قوامها مناسب ان انا استعملها. هجيب صينية وهدهنها بشوية زيت زيتون. انا هنا هستعمل نوع مكرونة اللي هو بيبقى عامل شبه العيش العصفور ده، بس اللي حابب يستعمل اي نوع مكرونة مفيش مشكلة. هنعمل نفس الخطوات برضو. هنحط المكرونة عندي نية في الصينية، كده رصيت المكرونة في الصينية.
ابتدي ان انا اوزع عليها الحشو اللي احنا حضرناه. طبعا لو احنا هنستعمل نوع مكرونة تاني سواء عقل صغيرة او كده، ممكن ان احنا نخلطها عادي بقى مع الخلطة اللي احنا حضرناها ونحطها في الصينية، او ان احنا ممكن اصلا نسلق المكرونة وبعدين نخلطها بالخلطة اللي احنا عملناها وتتقدم على طول، مش لازم ان احنا نسوي المكرونة في الفرن. كده وزعت الخلطة بتاعتي خلاص، كان في شوية مكرونة متكسرين في الكيس فانا قلت اوزعهم بقى كده. هحط عليهم باقي الخلطة، وكمان السوائل بتاعة الخلطة دي انا محتاجاها لان هي هتعمل معايا طعم جميل جدا في المكرونة. المكرونة يعني ميزة الوصفة دي ان احنا نسوي المكرونة في الفرن ان هي هتاخد معايا من طعم الخلطة اللي احنا عاملينها دي والخل البلسميك والصويا صوص وكده في تسوية المكرونة نفسها، يعني هتمتص الاطعام دي كلها فهتفرق معايا جدا. بس اللي مش حابب ممكن زي ما احنا قلنا ان هو يسلق المكرونة مفيش مشكلة. هزود عليها بقى شوربة خضار او ممكن مية سخنة بحيث ان هي تكون مغطية معايا المكرونة كويس، وهغطيها بفويل وهدخلها الفرن لغاية ما المكرونة تستوي عندي خالص. كده خلاص المكرونة بتاعتي استوت وبقت جاهزة. حقيقي الوصفة دي مميزة جدا، وخليط الخل البلسميك مع الصويا صوص والمشروم طعمهم مميز ورائع جدا. وكمان فكرة ان المكرونة تستوي مع السوائل دي مديها طعم مميز وجميل، وهستنى ان انتوا تجربوها وتقولولي رأيكم في التعليقات، واشوفكم ان شاء الله في وصفات جديدة.